يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة وخاصة وسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وذلك في اليوم 28 بعد 100 من العدوان الإسرائيلي على القطاع. من جهتها ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين. وأضافت الوزارة أن هناك ضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 28,176 شهيداً و 67,784 مصاباً منذ 7 من أكتوبر الماضي.